لحتى تعملوا أطيب مكدوس وأشهى مكدوس لازم تتابعوا هيدا الفيديو للآخر وتشوفوا أهم التركات اللي ممكن تمرق معكم أنتوا عم تعملوا المكدوس. حبيت بلش لكم الفيديو بأحلى خطوة أو أحلى تفصيل بعمل المكدوس وهو الحشوة. الحشوة اللي التوم هو عنصر أساسي فيها والملح الصخري هيدا اللي شفتوه بالفيديو اللي بيجي خشن لازم نضيفه على التوم وندق التوم. طبعا كمية التوم بترجع حسب الرغبة بس التوم هو اللي بيعطي طعمة الحامض للمكدوس واللي بيخليه يحمض أكتر أو يخلخل أكتر يخلل أكتر. وطبعا الفليفلة الحمراء حسب الرغبة، مطحونة بدها تكون حرة أو حلوة حسب الرغبة، وما ننسى الجوز، كل ما كثرتوا جوز كل ما كان أطيب، وهيدا الشيء طبعا بيرجع حسب الرغبة وحسب الإمكانيات. وزيت الزيتون، زيت الزيتون وقت تحطوه للحشوة بيمتصوا الجوز وبتطلع طعمة الحشوة كتير طيبة. وطبعا ما بدنا ننسى التوم اللي دقيناه حسب الرغبة، أنا بحب توم المكدوس كتير. طبعا هيدا الملح اللي ضفناه كله المح يبين، يعني ما حتحسوا بكرة إنه المكدوس مالح، يعني هي بطبيعة الحال الملح بيروح مع الزيت ومع تصفاية المكدوس. لنجي لأول الفيديو، بالبداية أحبابي لازم تختاروا نوع الباذنجان. طبعا في ناس بيحبوا الباذنجان الأسود مثل هيدا الباذنجان، هيك شكله كل الحبات مثل بعضها، وفي كمان أيضا الباذنجان الأبيض والأحمر بيقولوا له الحمصي، كمان طيب كتير وشهي. أول شيء غسلنا الباذنجان اللي جبناه، طبعا ليك أحجامهم كلياتها تقريبا متناسقة مع بعضها وقد بعضها ومناسبة، يعني لأنه صغير ولأنه كبير. حطيناهم بوعاء أو طنجرة كبيرة لحتى نسلقهم، وتقلناهم بهذا الشكل. تتقيل المكدوس بهذا الشكل هو اللي بيخلي كل المكدوس يستوي بنفسه ذات الوقت. بس نشوف الرغوة طلعت بهذا الشكل أحبابي، مننطر من 10 دقايق لربع ساعة حسب أنتوا شو بتحبوا تكون قساوة المكدوس. بس نطول المكدوس لنفحصه، التراوي اللي بتلاقوها بهذا الوقت هي التراوي اللي حتاكلوا فيها المكدوسة، يعني أنتوا بتحددوا هيدا الشيء. في كتير عالم بيحبوه قاسي، في عالم بيحبوه كتير يكون طري. أهم نقطة نكون مجهزين مي مسقعة، ووقت ننشل المكدوس أو الباذنجان بحطه مباشرة بالمي المسقعة لحتى يبرد ونقدر نقيم الراس تبع الباذنجانية بهذا الشكل أحبابي مثل ما نكون شايفين بالصورة. طبعا مطلوب إنه الباذنجان يسقع بشكل منيح، ما يضل سخن قبل ما نكبسه لحتى ينزل منه المي. هلأ هون انتقلنا لعملية التمليح. عملية التمليح بتصير بهذا النوع من الملح اللي بيكون خشن بهذا الشكل أحبابي. الملح الناعم كتير ما حيمشي حاله بطبيعة الأحوال. نفتح المكدوسة بهذا الشكل بإصبعنا أو بسكين ومنحط فيها شوية ملح، وأيضا منحط على راس المكدوسة ملح. هيدا الشيء بيقولوله تمليح المكدوس وهو شيء أساسي جدا، وبدونه أكيد رح ينتزع المكدوس. هيك رح نخلي المي تطلع من المكدوسة. لاحظوا أحبابي كيف بيدبغ الباذنجان على كف الإيد، فالأفضل أنه تكونوا لابسين كفوف أنتوا عم تعملوا هيدي المونة، بس أنا طبعا ما بستحكم بالكفوف أبدا، بحب أشتغل بإيدي. نجي لكبيس الباذنجان أو عصره. كل ما صفيتوهم بشكل أرتب وأحلى وكانت الفتحة على جنب، كل ما كان كبيسهم والتنزيل المي منهم أحسن. أحبابي في كتير عالم بيقولوا هاي القشرة بيبسوها وبيحطوها كحطب بالشتاء بقلب الصوب، أنا هيك قالوا لي فحبيت لكم المعلومة، وبيعطي دفى منيح وبيشعل منيح. نجي للفليفلة اللي شفتوها بأول الفيديو نحن عم نعمل الحشوة. الفليفلة هون أنا اخترتها حلوة لأنه في ولاد صغار رح تاكل منه، وإذا حبيتوا أحبابي فيكم تحطوا حرة. بالنسبة لإلي أنا حطيت شوية حشوة على جنب، حطيت معهم حر يابس، يعني مثل البهار بيكون مطحون، وأيضا عملتها حرة. طبعا بعد ما فرمنا الفليفلة، أيضا الفليفلة لازم تتعصر ونتخلص من ميتها. كيف بدنا نعصرها؟ أيضا رح نضيف لها ملح خشن ونخلطها مع بعضها ونحاول نكبسها لحتى نتخلص من المي. جينا بالنهار اللي بعده بعد ما
كبسنا المقدوس وتقلناه بأثقال كتير كتير، كل ما كانت أكتر كل ما كان أحسن. شوفوا المقدوسة كيف ما عاد فيها مي أبدا أو تقريبا، هلأ صارت جاهزة للحشي. بهذا الوقت أنا كنت محضرة الحشوة اللي شفتوها بأول الفيديو، حشوة المقدوس اللي هي عبارة عن فليفلة بشكل رئيسي وجوز وتوم وملح، وأيضا أضفت زيت الزيتون لأنه زيت الزيتون كتير طعمته طيبة أول ما تحطوه للجوز. طبعا أحبابي بدي نوه أنه في كتير عالم بيغسلوا الجوز، وهيدا الشيء مهم كتير أنه الجوز نغسله ونصوله لحتى تطلع منه هيدا الغبرة ونيبسه نرجع وبعد هيك منضيفه للحشوة. وهلأ أحبابي اللي بقي من الوصفة هو عبارة عن حشو المقدوس، وهي خطوة سهلة كتير وبترجع حسب الرغبة قدي فيكم تحشو المقدوسة، بس هي طيبة محشية وفيها جوز، يعني بتطلع شيء أسطورة عن جد، طعم أسطورة، ونحن هاي المونة ما بنستغني عنها نهائيا. طبعا الحشوة بترجع حسب الرغبة وحسب المقدرة، فيكم تكتروا فليفلة تقللوا جوز أو العكس حسب انتو شو بترغبوا او شو بتحبوا. في كتير عالم بيحبوا الفليفلة اكتر من المقدوس، في عالم بيحبوا الجوز اكتر. احبابي بعد ما عبينا القطرميز او الشيء اللي حنحط فيه المقدوس، ولازم يكون زجاجي الافضل طبعا، حسينا انه نزل مي بكعب القطرميز، حبيت ورجيكم كيف قلبته على تمه لحتى اتخلص من هاي المي ايضا قبل ما اضيف الزيت. بالنسبة للزيت احبابي انا بحب ضيف زيت النباتي، بتكون طعمته كتير خفيفة، وبضيف له زيت الزيتون، يعني بخلط نوعين من الزيت، ما بحب ضيف زيت الزيتون لحاله أو زيت النباتي لحاله. في عالم بضيفوا زيت الزيتون لحاله، هذا الشيء حسب الرغبة. وبعد هيك منزيت المقدوس ومننتبه عليك الفترة، منرجع منطلع عليه إذا نقص الزيت منه منرجع منزيد. وهيك بتكون خلصت وصفتنا. إن شاء الله ألف صحة وهنا وعوافي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة، أنا اسمي خلود برهان وهيدي قناتي على اليوتيوب، ما تنسوا أيضا اللايك والشير.